مرحبا برج الحوت في القراءة العامة، راح تكون طاقتكم برج الحوت. شكلك زعلان يا برج الحوت وجالس مع نفسك وبتعيد في الماضي والحاضر وفي كل الأحداث اللي صارت في العلاقة أو في العمل. أو أنت شخص مثلا أنت حامل مسؤولية العائلة، أنت رب منزل. خلنا أشوف شو وراك. انت شايف شخص هو اصغر منك سنا مقدم لك عرض، وانت يعني قاعد بتقيس اذا كان علاقة، عمالك بتقيس هل يصلح او لا يصلح. يعني زي انت بتحسبها على الورقة والدفتر والقلم، مثلا شو الايجابيات من هاي العلاقة وشو السلبيات في هاي العلاقة، يعني شوي انت متردد متردد. احتمال انت شايف في شخص عاجبك وانت شايفه اصغر منك سنا ومتردد انك انت مثلا تصارحه، بس انا شايفه هو مصارحك او عارض عليك عمل. احتمال انت معروض عليك عمل حاسس انه هو مثلا مش لسنك. الشخص هذا شخص شكله عينتي وشخص شويك بحب العمل، عملي جدا وشكله شخص حرفي ومحترف. الشخص ده محترف. طب خلينا نشوف. حاليا الشخص هذا بمر في انفصال، انفصال من علاقة، انفصال من عمل، احتمال انفصال عن طريق المحكمة. بمر في شيء هذا الشخص، انفصال عن العمل أو انفصال عن شخص هو مرتبط فيه كزواج وانفصل عنه عن طريق المحكمة. الشخص هذا حاليا أصبح حر نفسه وتباعد عن علاقة كانت بالنسبة له مرهقة، واحتمال إنه تباعد والشخص هذا عرض عليك عرض مثلا كزواج أو حب أو عمل. طب الشخص هذا حاسس انه انت مشاعر من ناحيتك، هو حاسس انك انت في برجك، برج الحوت، غامض غامض جدا، وحاسس انك انت خدعت قبل هالمرة وانت مش رح تقبل عرضه. انت شخص ناضج، حاسس انك ناضج ومارق في علاقات يأسفك من جميع العلاقات الاخرى. شافك شخص جاهز دائما، عندك جهوزية لكل شيء، يعني انت جاهز لكل صدمات الحياة وجاهز يعني حتى اذا شخص حاول يخدعك انت جاهز تواجهه. وكمان اذا شخص شافك انت شخص روحاني جدا وشخص عظيم. احتمال انت شخص غامض، مش عارف هو شايفك مخادع ولا كيف، مش كيف، بس لا انا شايفه هو شاعر انك انت مريت في خداعات كتير لكن انت حاططها جواتك، يعني انت مغلق عليها في الصندوق الاسود اللي داخلك. مش شايفك انك حقود، لا انت مريت في آلام من جميع الاشخاص وكأنك هاي الآلام خلتك ناضج، ناضج جدا جدا. الشخص هذا انت في عقله الباطني الشخص اللي الغامض الواضح، يعني شايفين كيف الغامض الواضح، واضح بعد الشيء وغامض بعد الشيء. كمان انا شايف انك شكاك، شكاك وغيور على فكرة، وشايفك انك انت مرقت بعلاقات بس انت يعني ما وضحتلوش إلا الشيء اللي مريت فيه المؤلم اللي آلمك. وشافك إنك أنت شخص مكابر، مكابر جدا رغم دروس الحياة اللي أنت أخذتها. يعني أنت زي شو ما صار فيك لساتك واقف على إجريك، وأنت شخص محبوب وشخص طيب جدا وشخص بسبب طيبتك الناس طعمتك في دارك.
بس انا شايفك غامض، يعني شايفك او متباعد او اختفيت، قطعت العلاقة، انتهت العلاقة، انت تباعدت. احتمال انت متباعد عن هذا الشخص، حاول يراسلك لك بس انت قطعت معاه. احتمال انك تكون اختفيت عن الساحة كلها، ساحة الحب، ساحة العلاقة، عن الانترنت. انت متباعد، انت مختفي، او مظهر شيء هو مش فاهمه، او حتى لو انك ظاهر بس انت يعني ما واجهتش. انت بتحبش تواجه، انت ما بتحبش تواجه. هو شاف العلاقة هاي صار فيها مشاكل كتير وغدر كتير، الشخص ده شكله قطعك. احتمال يكون انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن طريق المحكمة. العلاقة شايف فيها هتكسر فيها كاسات كتير، وصار فيها عدم ثقة، اشتقاق، وشايف انه فيها تردد كتير. هاي العلاقة فيها تردد من قبلك ومن قبله، انتوا مترددين، زي انتوا قاعدين بتكسروا في بعض من ترددكم. لا اشوف انكم انتوا بتحكي صح، اندمجت في الكرة بسرعة. بس أنا شايف إن العلاقة فيها زعل، زعل وخسارات وتجريح. شخص ده احتمال إنه شايف هو جرحك، خدعك، وهو فعلا إن هو محتال ومخادع. رومانس، في رومانسية. بيحكوا لك إذا كنت تصدق في شيء، بيحكوا لك إذا كنت تصدق. خلينا نشوف الرومانس. نشوف هذا الشخص. أنا عبالي أحلل له شخصيته، أكيد راح أحلل شخصيته عن طريق رؤيتك له. ريكونسيليشن، في رجوع شخص من الماضي رجع لك يا برج الحوت. جاب يور تمام. بيحكوا لك امنح علاقتك فرصة واعمل على شراكتك، يعني بيحكوا لك اعطوه فرصة. شخص ده رجع، أنا شايف إنه رجع يتواصل معاك الشخص ده، او بحاول يتواصل معاك وانت متباعد مختفي. في شيء للشخص ده انت مش ناسي له اياه، انت مش ناسي له اياه، انت بتراجع فيه وتحلل وتربط الخيوط في بعض. في شيء انت مش ناسي له اياه. العلاقه هاي زي مره يعني وقت شد كثير، يعني كان فيها الشده اكثر من الرخاء. فهون بيحكوا لك انه اذا انت كنت تصدق انه في رومانسية، او يمكن شخص بده يرجع لك، شخص بده يرجع لك، في شخص بده يرجع لك، سواء هذا الشخص او شخص انت بتنتظره. اللي انت بتنتظره هو راجع، او هو شخص هو راجع عند الشخص. هون بيحكوا لك في موعد ولقاء شخص جديد، مواعدة، في مواعدة، في خطة جديدة، في تحديد مواعيد. في رجوع برج الحوت، في قضية انه في شخص منكو خاف من الغدر، او انه الشخص هجوم. واعتقد انه انت برج الحوت، لانه هو شايفك انك انت مرقت في كتير، في اشياء تكسرت فيك كتير من قبله ومن قبل الاخرين. احتمال انت بتمر في يعني في محيط كل الناس حواليك مثلا أشرار أو غدارين أو غدروك أو استغلوك. طب العائق اللي في العلاقة هي فيش تفاهم بينكم، انتوا مش فاهمين بعض، أو في كترة تعنت، وفي خوف، خوف زي ما حكولكم إنه خوف من الهجر. فيكوا شخص بخاف انه يخوض يعني للاخر، يخوض في العلاقة. فيكوا شخص مخطور وتعبان
وكأنها كل الدنيا اتجمعت عليه يعني كسرته. فيكو شخص طالع من علاقة قبل هالمرة فاكر هي العلاقة ومتردد جدا. انت يا برج الحوت متردد من ناحية اي علاقة، انت يعني انت زعلان متباعد عن الشخص، زعلان جدا جدا. هو شايف انه العلاقة فيها مفيش فيها تقدم، انتوا واقفين عند مرحلة في الماضي، يعني شيء حصل فيكم في الماضي وبسبب هذا الماضي العلاقة واقفة ما بتتحركش ما بتتحركش، فيها زعل وفيها شخص بضل زعلان و احتمال انه في رفض اسري. مثلا انت يا برج الحوت شخص اكبر منه سنا والاهل رافضينك، اشوف الشخص هذا احتمال مرتبط، الشخص هذا احتمال بتاع علاقات، يعني بتاع علاقات وهو مخبي هذا الشيء. بس انا شايف انه هو زعلان ومفتقدك هذا الشخص، وبفكر كيف يغير لك نظرتك عنه، يغير نظرتك عنه لان انت شايفه سيء جدا، شايف العلاقه سيئه وشايف ان العلاقه هاي ارهقتك واتعبتك، والعلاقه هاي مفيش فيها يعني مش قادرين تتجاوزوا عقبه، في عقبه انتم مش قادرين تتجاوزوها، في حكم بالماضي اصدر عليك يا برج الحوت انت مش قادر تتجاوزه، انت مش قادر تتجاوزه. هو شايفك انك انت شخص يعني مشوش وعندك احلام كتير، وشخص انت اللي دايما بتهرب، تهرب من العلاقه، تهرب من العلاقه. وهو شايفك انك انت مريت بعلاقات كتير على فكره الشخص ده، مع انه شايفك انك انت شخص عقلاني وشخص قطعت كتير لتوصل لمرحله النضوج اللي انت فيه حاليا. احتمال انت انفصل يعني، والشخص هذا مثلا ما كانش في زواج وانت كنت في زواج. الشخص هذا شايف انك انت دايما بتهرب من العلاقات، من الاعجاب، من العروضات، انت دايما بتقطع بتختفي بتتباعد، انت دايما بتتباعد، انت بعيد، انت مش قادر تفهم الشخص. الشخص هذا مش قادر يفهم انت ليش شكاك، انت شكاك على فكرة، او عندك نوع يعني مش شكاك انه عندك شك مرضي، لا انت زي يعني بتأمنش بسهولة انه الشخص هذا لو قال لك بحبك فانت بتضل مطمئن، لا طب هو ليش بحبني، طب هو شو بده مني، طب هو عندك شكوك يعني ليش، لانك مرقت في الماضي في علاقات اتعبتك، مش شرط علاقات حب، كمان علاقات مع الاشخاص المحيطين فيك، المحيط اللي انت كنت فيه. انت كيف شايف هذا الشخص ونظرتك للعلاقة؟ انت شايف هاي العلاقة ثلاثية، في طرف بيناتكو متزوج على فكرة او مرتبط احتمال السلام من العلاقة. انت شايف هاي العلاقة فيها سيطرة، في شخص بيحاول يسيطر على الاخر، انت شايف بالنسبة لك هاي العلاقة خلاص انقطعت، انت شايفها بدها قوة، هاي العلاقة بدها قوة وبدها تحدي، يعني مثلا بدها تتحدى ناس عشان تبقى مع الشخص هذا. كيف حكيت لك انك انت قاعد بتحسبها على الورقة والقلم شو مساوئ العلاقة وشو ايجابياتها، فانت شايف ان هاي العلاقة بدها تحدي كبير، وانت شايف هذا الشخص مرتبط بأسرته رابطة قوية بينهم، إيه عنده طرف آخر في حياته مهتم بعمله مثلا أكثر منك، إيه انت شايف العلاقة مفيش فيها يعني اتفاق بيناتكم، يعني انت شايف ان العلاقة هاي فيها حدود كتير، يعني بتقطع صوت كبير وحدود كبير، حتى هنا شايف نفس النظرة يعني لو بتمشي صوت كبير
حتى تعدوا الحدود اللي بينكم، في عوائق بينكم. احتمال العائق يكون انت من مدينة وهو من مدينة، احتمال في اختلافات بينكم، اختلافات بالجنسية مثلا، اختلافات في العقيدة، لأنه هو شايفك انك انت مختلف عنه، احتمال انت من ديانة وهو من ديانة. طب الشخص هذا شو نوعية، شو خطوة الشخص هذا بده يرجع وناوي على استقرار معاك؟ احتمال إذا كنتوا يعني في عمل بيناتكم مشترك، احتمال يعرض عليك عرض، يكون هذا العرض يريحك، طمأنينة إلك. شو ما كان العرض، هو بده يطمنك إنه هو شخص مش لعبة، ولا شخص بده يغدرك، ولا شخص بده يخونك. احتمال العلاقة هي واقفة على طرف آخر غيركم أنتو، يعني الأهل، بعد المسافات، فرق في في فرق بينكم، في فروقات. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض يطمنك من خلال هذا العرض إنه أنت في هاي العلاقة رح تنجح، ويضمنك ان هاي العلاقة انت رح تكون حر فيها وحر قرارك. الشخص هذا ناوي يحقق معك انتصار، الشخص هذا يتواصل معك بيرجع، في رجوع بيناتكم، بده يعطيك عرض قوي. هذا الشخص بده يعطيك وعد، وعد ايوه بالضبط، وعد قاطع انه تعيش يعني مثلا بحرية، بهدوء، تنسى الماضي، يعني نوع من أنواع إذا أنت مقيد في شيء يفك هذا القيد ويعطيك الحرية، تنطلق تنطلق. كم يعرض عليك هذا العرض؟ فهون بيقولوا لك في رجوع وفي مواعدة، لكن في شخص منكم بخاف من الهجر. وهل انت يعني شايف انه مستحيل يكون في بناتكم حب؟ انت اللي شايف مستحيل يكون في بناتكم شيء، وانت شايف ان العلاقة هاي مستحيلة، لانه يعني بقول لك اذا كنت تصدق يعني، فانت مش مصدق، انت بتحاول تصدق يعني، فانت مش مصدق انه هاي العلاقة رح تكمل، او هاي القصة رح تصعب للارتباط مثلا، او تطلع من العوائق والمشكلة اللي انتوا فيها تخرج منها. فيها تردد هاي العلاقة، فيها خوف من قبلك يا برج الحوت. طيب خلينا اشوف لكم الابراج، عندنا برج العذراء وبرج الجدي. برج الاسد، الحوت، السرطان، الحوت كمان مرة، والعقرب. برج كمان عندنا الأسد، قوس، الميزان، الدلو، الثور، طاقات نارية، هوائية، ومائية. طلع اللي طلعوا برج الحوت الكرش، هلا هوائية، مائية، وترابية، كل الطاقات موجودة، كل الطاقات. طيب خلينا نشوف الكرش يا برج الحوت. بس الشخص هذا صادق في حبه لك يا برج الحوت، يعني ما تقلقش. طيب انت معروض عليك اكثر من عرض، وانت في وقت هلا اختيار وخيار، يعني عمال بتختار، وفي خيارات قدامك عديدة. انت شايف ان هذا الشخص مفتقدك، او انت شايفه انه شخص مثلا فقير، وحيد، طالع من أزمة. الشخص هذا في بداية جديدة، في عمله، في شيء هو بدأ في بداية جديدة. طب شو مشاعر هذا الشخص ناحيتك يا كراش؟ نفس الشيء أنا بتلاقي. الشخص هذا حاسس إنه أنت شخص غدار، أو شخص أنت مش من السهل انك تقبل في العلاقات، مش سهل، انت شخص مش سهل عنيد.
طب هل مشاعره صادقة زي مشاعرك؟ أو إحساسه؟ هو حبك هذا الشخص، منبهر فيك كمان. طب شنو بيعمل من ناحيتك؟ هو بده يتوازن معاك ويوصل لاتفاق معاك. الشخص هذا بده يغريك أو يعني يقدم لك عرض أنت تنبسط منه، والشخص هذا شايفك انك انت عنيد ومارق في علاقات عدة، وانت يعني مش عارف، بس انه هو حاسك انك انت تختار يعني تنقي، وشايف انه لازم نوايا، انه شايف انه لازم يقنعك، يكون عنده قدرة على الاقناع. شايف انه لانه معجب فيك جدا جدا هذا الشخص. طيب هل راح يعترف لك؟ كيف راح يعترف لك؟ راح يعترف لك ويفرجيك عروضاته. انت رافض هذا الشخص لانه شخص فقير او يتيم او مارق بعلاقة قبل هالمرة وخرج منها، وانت بتعرف هاي العلاقة. الشخص ده من محيطك، الشخص ده بده يعترف لك وبده يعرض عليك عرض الحب. هنا يكون هو من برج العقرب أو السرطان، الميزان والثور. طيب خلينا نشوف العمل يا برج الحوت، شو وضعك في العمل؟ تبقى أنت عندك عروضات في العمل وبتفكر في العمل اللي يخرجك من أزمة، يمكن أنت بتمر بأزمة مالية أو ضائقة مالية، وأنت بتفكر في العروضات اللي تعرض عليك، وعندك اختيارات كثيرة، وأنت بتحاول تقبل في العرض المناسب لك ليطلع من شعور الفقر او الاحتياج. احتمال انت نعرض عليك عرض وانت شايف انه هو لا يقل عن العروض اللي عندك، او هو قليل بالنسبة للعروض اللي عندك. طيب خلينا نشوف العمل. انت بتحاول تستقر في العمل، انت في عينك على عمل معين، انت في شيء في العمل عينك عليه وبتفكر فيه جدا. طيب نشوف، انت عينك على شراء منزل، تمام، البعض منكم في شراء منزل او مشروع يكبرك، او مشروع تستقر فيه في المنزل. انت يعني بدك استقرار اكتر، انت في عينك على العمل، شايف ان هو استقرار بالنسبة لك. وانت يمكن بدك مبلغ، احتمال انت شخص مثلا مستأجر منزل مثلا، وانت بتفكر في عمل تخرج مثلا وتصير صاحب ملك بيت، يعني تملك بيت، تملك منزل. ان شاء الله يتم هذا الاشي. شو انت قلبك مكسور يا برج الحوت؟ انت بتحاول، انت مش ما بتحاولش، انت بتحاول. انت بتحاول انك تملك منزل، انت شوي متعب من ناحية السكن. انت بدك شوية وقت، بدك تعمل عشان تحصد، بدك شوية وقت. طب خلينا نشوف كيف صحتك يا برج الحوت. صحتك يا برج الحوت، انت صحتك ممتازة، ممتازة. طب خلاص خلينا نشوف. انت بتعاني من وجع قدمين او رأس او في الصدر، ضائقة في الصدر، بس شايف انه يعني انت يا برج الحوت في شيء مسيطر عليك، مثلا مدمن، عندك ادمان، ادمان تفكير، ادمان دخان، ادمان مشروبات او ادمان مخدرات. انت في عندك شيء ادماني متربس صحتك،
تعب صحتك، مش شايف انها طاقة شريرة او طاقة حسد او سحر. خليني اشوف شو هذا اللي انت بتمرق فيه في صحتك. انت مجهد من العمل، انت مجهد من العمل، انت عندك ادمان عمل، انت مجهد من العمل، انت محتاج رياضة عشان تفك عضلاتك، انت متربط، كأنك متربط يعني، كأن العضلات عندك متربطة، فمحتاج لرياضة. بس صحتك يعني منيحة، مش شيء، صحتك منيحة، وانت بس مهتم في العمل ومهمل صحتك، عندك ادمان تفكير، ادمان عمل، مش ادمان شيء تاني. بس انت عليك تعمل رياضة وتمارس رياضة يومية وتأكل مكملات غذائية فقط. طيب خلينا أشوف، ناخد كارت للكراش لبرج الحوت. لأن إحنا أخذنا المنفصلين أو في الطباعات اللي عملتها راح تكون في مرونة، وبحكوا لك خليك مش مسيطر، بحكوها حازم، يعني كن حازم، كن حازما وفي مرونة. الشخص اللي الكراش هو مختلف عن تفكيرك، مختلف عن تفكيرك، مختلف عنك في التفكير، احتمال انتو من دولة وهو من دولة، احتمال في اختلافات بيناتكم، احتمال في اختلافات، مختلف عن تفكيرك او عن محيطك. ترو لاف، الشخص هذا حب حقيقي، فالشخص هذا احتمال كبير انه يكون مختلف عنك في الطبيعة، طبيعة تفكيره، انه هو شايف انه بده يقنعك فيه، قلت لك انه هو حابب يقنعك فيه، فالشخص هذا احتمال مختلف عنك وانت مش مقتنع فيه، مثلا مش مقتنع فيه، فهم بيقولوا لك يعني تلفوا، هذا غير متوقع، يعني بيختلف عن توقعاتك الدائمه. يعني خليني اشوف لك كارت من هون، اسحب لك ونختم الحلقة مع برج الحوت. الشاكوش طلع لك يا برج الحوت، اللي بحكوا لك إعادة بناء التخريب واستجواب متكرر والعمل المستمر عليه. انت شكلك وشايفك انك انت رفضت، شايفك انك انت رفضت، خيبت امل، لان انت في اختلافات بينك، شايفك انك عنيد ولا تقبل بالقليل، وعشان هيك بيحكوا لك انه توأم روحك هو مختلف عن باقي الاخرين اللي عرفتهم. هون بقول لك اعمل على اعاده بناء هاي العلاقه، يعني الشخص ده يا حرام حابب انه يلفت نظرك، فيجيك انه هو بيشبهك، بس هو بيشبهكش اصلا. فهمت يا برج الحوت؟ بس كون حازم، بقول لك احتمال انك انت حازم، اقول لك خلي شوية مرونة، يعني خلي مرونة مع الشخص اللي هو مختلف عنك، بس هو حب حقيقي. قلت له لا،